إن شاء الله سيدي تنزل علينا بركات من السماء، تنزل على كل الشعب الجزائري وأمة محمد والعالم كافة. يعني على كل حال أنا ما وليتش داعية باش نتفهموا، هاي دعوة من القلب. المهم اليوم لو لايف تاع سوسوار لو تيتر جون في با ليكسبليكي، لو تيتر نخليه لكم للمناقشة في الحلقة القادمة. نحكيو لاسبوار، الأمل، لا فيزيون، النظرة، و لو فاكتور اكس. معناتها لو فاكتور اكس يعني المتعامل سين، ما يكونش داخل في اطار الثورة، في اطار حياه الشعوب الامم اكسترا، في اطار النظره المستقبليه للاوضاع. لكن اليوم كما انونسيت في فيسبوك، مانيش حنقول لكم على النظام هذا فازد ودار والاستعمار، كرهنا من البكا ونديب. راح نشوفوا مع بعض اليوم بطريقة خفيفة باللي صح الإمكانيات كاينة، صح الإمكانيات كاينة، إمكانيات أهم الإمكانيات هي الإمكانيات البشرية. إمكانيات البشرية عندنا طنديش سوبريم مينابل، إمكانيات البشرية. واليوم ندسكوتو مع واحد الصديق ليا، يعني قلت لي ما لا، الموضوع تاع اليوم الجامعة هي نواة التحولات وكل الثورات الاقتصادية الاجتماعية. تو سامبلومون اتوندي نحيو العفايس اللي قلقوني، باسكو يكسبوا لي فراز نتاعهم يعاودوهم بزاف. جو لو سوبريم. يعني قاعد نحكي مع صديق وجاني في بالي برنامج جبهة القوى الحية، لأنه برنامجها برنامجي، النضال نتاعي مبني على البرنامج هذا، أسس الكفاح السياسي تاعي مبني على البرنامج هذا، لأنه برنامج تكنوقراطي علمي منطقي، يعني كما نقولوا حنا موافق الوضع الجزائري الحالي وحتى شوية المستقبلي، وموافق لكل دولة عايشة نفس الوضعية نتاع الجزائر، يعني تحت طيلة النيو كولونياليزم الاستعمار الحديث. هدرة من هدرة قال لي الصديق هذا، قال لي 5 سنين وتزاير توقف على رجليها. قلت له وي، وقلت له هذه نقدر نحكيوا عليها بالأرقام. دونك باش نقول لكم بلي الأمل موجود، هذه نقولها للشعب اللي يقول لك خلات وما بقاش. أمل موجود، الأمل يا جماعة موجود كاين، لأنه ما على بالناش الظروف واش راح يصرى فيها واش راح يكون، ما اون سي با، ما على بالناش، ما عندناش علم الغيب، لكن الأمل موجود ولو كان ضئيل هكذا بصح موجود. بصح اليوم نهضروا على الطريقة التقنية، ما نتحدثوش على واش كاين واش ما كانش، اون فالي فير سكي تكنيك. سكي تكنيك نحكموا مثال بسيط. قال يجي النظام الجزائري هذا، الجزائر المستقلة، قال مثلا منين نبداو؟ كي تجي نوميديا ان شاء الله مورا توتا في لافري نوميديا، قال نبداو من لي باشولي تاعنا تاع العام هذا. بيان سور واللي فوقهم واللي فوقهم واللي فوقهم، نحسبوا على اساس 5 سنوات اللي هي التدرج، باش مثلا اللي دار باك العام هذا من على 5 سنين يخرج انجينيور باك بلس 5 ولا ماستر 2 اطار. المهم بيان سور واللي فوقه واللي فوقه، مي نحسبوا على كلاس، كلاس وحده نحسبوا عليها ونديو هابطين ما نطلعوش. هذوك كي تحسن المنظومه الجامعيه راح تجي السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، ربما السنة الخامسة، لكن
ماهيش نفس التقنيات لانهم تقدموا في الدراسه. دونك ندخلوا توت فاصون ندخلوا قال نحكموا السنه اون نسميوها السنه نون. السنه نون مثلا 2019 عندنا في الجزائر حوالي 200 الف متحصل على شهاده البكالوريا. انا ال 200 الف هذه نجهز لها جامعه بكل المرافق ماشي البنيان بس كل البنيان كاين تحسن المرافق يعني البالما وهذيك حكيش عليهم نحكي المرافق العلميه نشارك مع جامعات اجنبيه والسنه نون هذه نعطيهم كل الامكانيات باش يقراو 5 سنين ويخرجوا الطوب نيفو. قال في الطريق يروحوا لي علي 20% 200 ألف تروح لي 40 ألف تروح حبس القراية جو سي با دار في رأي وراح للخارج تبقى لي 160 ألف. أو بو دو 5 أن على 5 سنوات عندي 160 ألف الأولى من الإطارات الشابة بصح إطارات الحجر تنقبو. صافي دير كوا لي انجينيور انجينيور صح واللي تكنيسيان تكنيسيان صح واللي سوسيولوج سوسيولوج صح واللي ماستر دو حقوق ماستر دو حقوق صح يعني كفاءات حقيقيه مثبته مؤهله. يعني بعد 5 سنين نحسب غير على هذا كيما نقولوا حنا شغل ديماري من الزيرو ما نحسبش على الاطارات اللي عندي من قبل اللي عندها تجربه في المجال غير هادو ولاد الجزائر الجديده سيفولاي الجزائر المستقله ولاد نوميديا جديده. السنه اللي بعدها عندي 200 الف اخرى بيان سور قاعده الاطفال في الجزائر ما رايحه تعرض يعني كل سنه تولي عندي حوالي 200 الف متخرج كفاءات جد عاليه متمكنه. معناتها في 10 سنين عندي حوالي 2 مليون إطار ذوي كفاءة عالية في الجزائر. خلاص الميزانية سيفيني خلاص الهم سيفيني سيفيني لأنه لما تكون عندك مليون أو مليون ونص إطار حقيقي كفء يتقلد المناصب اللي تتماشى مع الدراسات نتاعو الواحد نتاعو هو خلاص مبقاش واحد يخمم على الخبز ويخمم على الحليب ويخمم كاين اطارات خدمتها انها توفر الحليب توفر الفارينه توفر الاقتصاد توفر المجال الصحي توفر النقل توفر كذلك الامن والقوه للبلاد بارابور للعالم والتطورات الجيوستراتيجيه كانت في المنطقه تاعنا ولا على الاساس الدولي. يعني ما باش نوصلوا لواحد النتيجه الميكانيزمات والحلول كاينين